أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الذي ينبغي فعله عند ختم القرآن؟ هل يدعو لنفسه أم يواصل التلاوة بالبدء بالفاتحة والبقرة؟ ما الذي ينبغي؟ يقول أحسن الله إليكم: ما الذي ينبغي فعله عند ختم القرآن؟ هل يدعو لنفسه أم يواصل التلاوة بالبدء بالفاتحة ثم البقرة؟ يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين الدعاء والمواصلة، يدعو ثم يواصل، يجمع بين المصلحتين. نعم.